السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا. أتأسف وأعتذر كثيرا من المتابعين الكرام عن الغياب الطويل وعدم وضع فيديوهات ومواضيع جديدة، وهذا لظروف خاصة للأسف، ولكن لقد عدنا وبقوة ودائما مع جديد منحة البطالة. ولكن قبل بدء الفيديو لا تنسوا الاشتراك في والضغط على زر الجرس، وهذا ليصلكم كل إشعارات قناتنا وكل جديد منحة البطالة. خبر مفرح ورسمي ومؤكد جدا هي الزيادة أو رفع في منحة البطالة رسميا. أخيرا صرح رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون عبر وسائل ومنصة الإعلام في لقاء له وللمرة الثانية أنه ملتزم وعلى وعد تام بزيادة ورفع منحة البطالة، حيث أنه في تصريح له مع وسائل الإعلام تحدث الرئيس على عدة مواضيع وعدة نقاط تخص الزيادة في المنح والعلاوات والزيادة في الأجور، وأهم عنصر أكد عليه أو أهم عنصر يهمنا في موضوعنا لنهار اليوم وهو زيادة أو رفع في منحة البطالة، حيث أنه ملتزم ولا يزال مصرا على أنه سيتم رفع منحة البطالة، حيث قال في تصريحه السابق أنه سوف يستطلع على المداخيل وإن كانت المداخيل جيدة سوف يلتزم بالزيادة في الأجور والمنح ومنحة البطالة. وفي لقائه الأخير صرح أنه فعلا قد كانت المداخيل الإضافية جيدة وسوف تساعده أو أنه سيلتزم بالوعد وسوف يتم رفع أو الزيادة في منحة البطالة الذي صرح بها في تصريحاته السابقة. وهنا لنطمئن كافة المتابعين والمشاهدين الذين يتابعون قناتنا وجديد منحة البطالة وخاصة المستفيدين من المنحة أنه فعلا ورسميا سيتم المنحة أو كم تبلغ الزيادة التي صرح بها الرئيس الجمهورية. هنا لصدق معلومات قناتنا ولصدق كلامنا لم يصرح الرئيس بعد أو حتى وزير العمل والتشغيل كم تقدر تلك الزيادة إلا في نهاية السنة إن شاء الله. نحن نتحدث أو نفترض كيف تكون الزيادة. قناتنا تفترض أنه ربما الزيادة أو المنحة سيتم رفعها ما بين 15,000 دينار جزائري إلى حد أقصى 18,000 دينار جزائري. هذه الزيادة ليست بتصريح رئيس الجمهورية، أؤكد المعلومة، ليست بتصريح رئيس الجمهورية ولا بتصريح وزير العمل والتشغيل، هذه الزيادة وهي من تصريح قناتنا. نحن نفترض أنها ربما الزيادة ستكون 1,500,000 أو 1,800,000، هذه الزيادة نحن نفترضها هكذا تكون، ولكن لحد الساعة لم يتم إصدار أي قرار جديد بخصوص قيمة الزيادة، لأنه وردتنا في تعليقات أو في الكثير من التعليقات والعديد من الأسئلة حول أنه تم رفع المنحة إلى 20,000 دينار جزائري، أي بمعنى 2 ملايين، وهذه المعلومة خاطئة وتعتبر إشاعة كعادتها. سوف نوفيكم كم تقدر تلك الزيادة عندما يصرح بها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أو يصرح بها وزير العمل والتشغيل، وأي مستجدات جديدة حول منحة البطالة سيتم التصريح بها فورا في القنوات والأخبار التلفزيونية. كان هذا موضوعنا لنهار اليوم، أتمنى أن تكونوا استفدتم، وسوف نوافيكم بمواضيع جديدة في القادمة إن شاء الله. إذا أعجبكم الفيديو وأردتم المزيد لا تبخلوا علينا بالضغط على زر الإعجاب، وأي استفسار اتركوا لنا تعليقاتكم أو اتركوا لنا أسئلة في التعليقات وسوف نوافيكم بالرد إن شاء الله.
دمتم في رعاية الله وحفظه. سلام.